بعد الجزء ده ان الناس اللي ما حضرتش يوم السبت هشرح الجزء بتاع المذاكره بتوعهم. شفتوا الكلمه بتاعت كده؟ مش مهم ناخد البريك ضمن ال مش مهم احنا ما كلمناش بس ادونا شهر عشان ناخد بريك. حمل الكسر يا جماعه. حمل الكسر. النقطه دي كنا بنسميها ايه؟ حمل الكسر. خدوا. طيب الجزء ده يبقى هنا الاستيك انفورميشن. يعني ايه الاستيك انفورميشن؟ يعني لو شفت الاستريس يعني لو شفت الاستريس يعني احسن الموضوع هنا الاستيك انفورميشن يعني حتى لو شفت الاستريس مش الاستريس مكان الاستريس عشان يا صاحبي. لا صاحبي الاستريس عشان كله في نفس الدماغ. لا ده سترين يا سترين تحت. لا لا الاستريس هو اللي عشان استنى يا جماعه حاجه الاستريس تحت ازاي الاسترين هو اللي تحت. طب الاسترين هو مره اللي تحت تمام يا مسلوم احمد. يبقى ده البلاستيك بول وده البلاستيك بول. الناس فاهمه يعني ايه بلاستيك وبلاستيك. ايه الفكره بتاعت السكشن؟ هو بيديني حاجه اسمها ستيت اوف ستريس. يعني ايه ستيت اوف ستريس؟ عينه من الرخ معرضه ستريسز بالمنظر ايا كان المنظر اللي عليه. طبعا احنا عندنا نوعين من الستريس نورمال وشيش. طيب لو دي الاتجاهات بتاعتي اكس بور هيبقى عندي هنا نسيب مع واي انا هنا سيجما اكس وهنا تاو اكس بور هنا تاو واي اكس. المهم ان الجزء ده او البارت ده من الروب هو ستيبل وبالتالي اي سيجما واي هنا ليها قدامها سيجما واي نفس القيمه بس عكسها الناحيه الثانيه واي سيجما اكس هنا ليها سيجما اكس الناحيه الثانيه وتاو اكس واي ليها برضه تاو واي اكس الناحيه الثانيه. دي اسمها تاو اكس واي ودي تاو واي اكس. بس هما نفس الفاليو كده كده نفس الفاليو نفس الفاليو بس مختلفين. طيب ايه المطلوب بقى في السكشن؟ المطلوب يقول لي هو ده على انهي على انهي اكسس؟ على الاكس واي اكسس. طيب لو انا جيت شفت المحاور دي وعايز اجيب الاستريسز عندها وليكن ال وام هتبقى نفس يعني ال دي هتبقى نفس الاكس. يعني اقول اقدر اقول سيجما ال اللي هي سيجما اكس؟ لا سيجما ال مختلف عن سيجما ال. في طريقتين اجيب بيهم سيجما ال وسيجما ام. طريقه القوانين فهو بيديني ثلاث قوانين. قانون لسيجما ال يساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على الاثنين زائد سيجما اكس زائد سيجما واي على الاثنين كوساين 2 ثيتا زائد تاو اكس واي ساين 2 ثيتا. هو بيقول لي سيتا في المساله دي كام؟ يعني هو بيقول لي مديني سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي بيقول لي فايند الاستريسز عند سيتا بتساوي 30 درجه. يعني معنى كده ان هو لف المحاور بتاعتي 30 درجه وعايز اجيب سيجما ال وسيجما ام. المساله تحول مباشر تمام؟ طب سيجما ام نفس القانون اللي فوق بس الفرق ان الاشارات هتبقى خدتوا الكلام ده؟ ايوه ايوه الكلام ده تاو ال ام قانون بتاعهم يعني هو مديني سيجما اكس واي وتاو اكس واي وعايز سيجما ال ام وتاو ال ام نقدر نجيبهم باستخدام القوانين. كمان بيطلب مني حاجه اسمها سيجما ماكسيمم وسيجما مينيمم. ايه سيجما ماكسيمم؟ قبل ما نخش سيجما ماكسيمم ومينيمم هو ايه الفرق بين سيجما اكس وسيجما واي؟
هم استشارات خارجية. سيجما واي. سيجما اكس. بنش. بنش. مين البوست ومين ال؟ تنشن في شرع نيجاتيف في القانون ده؟ في نيجاتيف في القانون سالب 2 اي اكس يعني سالب 2 تو اكس واي على سالب دي الواحد اللي انا فاكرها الصراحه بس انا مش بصدق الكلام ده طيب دي طريقه الصعبه
الطريقه السهله اللي عن نفسي انا بستخدمها مو مرسل سمعتوا الاسم ده قبل كده؟ علمها لي يا باشمهندس بس مش فاهم اللي احنا عملناه ده كله ممكن نعمله من غير ما نحفظ اي قانون وتنسى القوانين دي تماما ده جزء كويس في السكشن ان انت تقدر تحل المساله من غير ما تحفظ القوانين دي عن طريق مور سيركل. الجزء الوحش بقى ان هو بيحدد لك الامتحان تستخدمها مور سيركل ولا تستخدم القانون. مور سيركل مور عمل ايه؟ قال احنا بندور على ايه؟ بندور على نورمال ستريس وعلى شيء نفضل نغير المحاور بتاعتنا. احنا عندي اكس واي بقت ال ام بقت كيو اس فضل يغير في المحاور وعلى كل محور يحدد سيجما وتاو سيجما وتاو لحد ما لقى ان المحاور دي بتكون دايره. بقول لك انا هثبت اللي انا بدور عليه اللي هو السيجما والتاو ونوقع الستيت اوف ستريس دي كلها على المحاور المختلفه هنا على الدايره دي بحيث ان اي ستيت اوف ستريس انا اقدر اديه لك تقدر ترسمه او توقعه على الدايره. طب الدايره دي اذا كنت ترسم ازاي؟ الجيفن واحد ما بيغيرش المساله هو بيبقى مديني سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي طبعا ده جزء البوزيتيف وده جزء النيجاتيف بنقسم المحاور بتاعتي دي بسكيل مناسب سكيل ده انت هتختار اللي هو 200 سيجما اكس 50 سيجما واي 20 تاو اكس واي 10 خلاص انت ممكن تمشيها 10 20 30 هنا 10 طبيعي حتى لو هو ما قالكش انت عارف ان في ترم تاني للتام اللي هو تام واي اكس في كوره ناقص 10 خلاص فبتبدا تتوقع اول نقطه عندي دي عباره عن سيجما اكس وتاو اكس واي دي نقطة، النقطة الثانية سيجما واي وتاو واي اكس. فأنت هنا هتوقع نقطة 50 و10 وهنا 20 ناقص 10. هنا 50 أهي و10 أدي نقطة. 20 وناقص 10 أدي النقطة الثانية. دونت نقطتين. بعد كده الخطوة الثانية بتوصل النقطتين دول ببعض. النقطتين دول هيقطعوا محور سيجما في نقطة. ده السنتر بتاع الوسط. ده السنتر بتاع السيركل بتاعك. هتقف عند البرجل وترسم. يا ولد عامل كده. بس خلاص يا شباب صدقني بس يا بابا دي الدخله دي على تمام. طب بعد ما نرسم الدايره خلاص انت بتحدد اي حاجه انت عايزها. هو عايز عن الزاويه 30 درجه ده البلين بتاع اكس واي ده اللي هو كان الوسط بتاعك في المسائل القوانين ده كان هو الاكس الافقي والواي الراسي بقى كده. طيب رسمت الوضع اللي عندك. طب من الوضع ده انا عايز عن زاويه 30 درجه فبتيجي من هنا بتقيس اي زاويه على المور سيركل بتتضرب في 2 فانت 30 دي هتقيس زاويه 60 عكس عالم الساعه هتقيس زاويه 60 وتوقع خط يعدي بين
بالسنتر. فيبقى الزاويه دي عباره عن 2 سيتا. هو مين ده بيعمل ايه؟ هو اي زاويه لازم تبقى طيب. لا لو اديني زاويه السالب ما فيهاش لا 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 في المشكلة هنا ما فيش اكس واي، انا عندي سيجما قدام الافق سيجما والراس بتاعه ده اكس واي. فانت هتتساوي من اكس واي زاويه 2 سيتا عكس عالم السالب، وتحدد خط الضيق يعدي بالسنتر. طيب الخط ده هيعمل ايه؟ هيقطع الدايره في نقطتين، نقطه هنا ونقطه هنا. من هنا انزل راسي احدد سيجما. سيجما ايه بقى؟ سيجما اكس. مفيش اكس، هو الجيفن اكس، انا عايز ال وام. الام احدد سيجما ايه؟ ومن هنا هطلع احدد سيجما دي القيم، القيم على التدريج يعني بالنسبه لي هنا سيجما ال ما بين ال 30 وال 40 انت هتقدر تكتبها على ورقه الرسم ما بين طلعت كام؟ يعني تطلع 48 يعني. سيجما ال ما بين 20 وال 30 هتطلع 25. بعد كده حددت سيجما ال وسيجما ال من غير قوانين تمام. ينطبق على المحسوبات. طب سيجما ماكسيمم ومينيمم؟ هي سيجما ماكسيمم. دايره هنا هي سيجما النقطة دي سيجما مان. طب التاو؟ التاو زيرو. طب كمان اقدر احدد التاو ماكسيمم لو طلبوا؟ ماكسيمم شيل؟ اعلى نقطة قدامك. ماكسيمم شيل، يبقى دي تاو ماكسيمم. يبقى انا كده حددت سيجما ماكسيمم وسيجما مينيمم وتاو ماكسيمم. طب السيتا مين؟ اه ده كمان حددتها من هنا. سيتا مين؟ الزاويه بتاعت البرنسبال بلين. هو فين البرنسبال بلين؟ فين البرنسبال بلين؟ اللي هو بتاع ماكسيمم مينيمم اللي هو الافق هنا. طب الزاويه بتاعته؟ لف من هنا الاكس واي بقى بتاع الخط الجديد والاكس واي لحد هنا الزاويه دي تقسمها على اثنين. بس هي انت ممكن تقيس الزاويه دي تاخد دي من الخط ده ولا الخط ده بقى اللي هو بتاع واضحه. يبقى المطلوب في الجزء ده المساله اللي هتجيلك تبقى عباره عن ايه؟ يا اما هتحل بالقانون يا اما هتحل بمهمل سري. لو ما حددتش انا شايف للاسف ان مرسى للاسف الحلو المطلوب سيجما ال وسيجما ام وتاو ال ام عند زاويه سيتا هو بيديها لك جيفن. مطلوب سيجما ماكسيموم وسيجما مينيموم وسيتا بي اللي هي الزاويه بتاعتهم ومطلوب التاو ماكسيموم. جبناهم بالقوانين جبناهم بال مرسى ده السكشن بتاع الميكانيك. المسائل كلها في الشيت او في البيت او في الشيت دي بتجيب لك الشيت بتاعت البنت اللي هي بتخلي الاكس واي ماكسيمم اللي بتخلي كده سيجما ايه؟ 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 تاو ال ام يبقى انا الخط الجديد اللي انا رسمته ده على زاويه 2 سيتا بقطع مع محور سيجما اجيب سيجما ال وسيجما ام بقطع مع محور تاو اجيب تاو ال ام تمام؟ عند عند وين شايف ليك؟ خمسة خمسة الزاوية سيب اللي اسمها لك ايه؟ الزاوية اللي عاملها اكس واي اكس واي واي زون
الايكس والاي واي ماكش دعوه بالسيتا. ممكن السيتا دي لما يقول لك حد مثلا ايه هيديك سيتا هيديك سيتا وترسم كان هو عايز الماكسيمم يتخلي يلف لحد ما يبقى الايكس والاي طب ده الجزء اللي كان او ما انا اصلا الدكتور عايز تعرف الجزء المعرفي. طب الجزء الفيزيكال فيزيكال يعني وزن حجم كثافه يونت ويت ده المقصود بالفيزيكال طبيعه التصوير اللي قدامي. طيب لو انا جيت رسمت الفيزيكال جرام بتاع اي سوري اي سوليد في الدنيا يبقى فيه ثلاثة فيزيكس يبقى فيه سوليد سوليد باركو يبقى فيه ووتر فيز طيب لو انا بتكلم دلوقتي على اوزان بتكلم على اوزان فيبقى عندي وزن السوليد اللي هو دبليو اس سوليد السوليد اللي جوه السويل السويل عباره عن سوليد فيز وليكويد فيز واير فيز ووزن الميه طب وزن الهواء مفيش وزن الهواء بنهم وزن الهواء يبقى اذا الدبليو توتال بتاعك بتساوي طب بنتكلم على حقول عندي الحج بي سوليد بي توتال اهمل حجم الهواء لا ما اقدرش اهمل حجم الهواء عباره عن دي ايه الاثنين دول على بعض بنسميهم في بوينت. يعني ايه بوينت؟ يعني فراغات، حجم الفراغات. باختصار السويل بتبقى موجوده الحبيبات في فراغات ما بينها وما بين بعضها، الفراغات دي يا اما بيبقى فيها ميه يا اما بيبقى فيها هواء. وبالتالي الفراغات دي حجمها لما نجمعها على بعض بتمثل لي في بوينت. في بوينت زائد في سوليد للبارتنر نفسها بتمثل لي حجم السويل كلها. وبالتالي في توتال عباره عن في بوينت زائد في سوليد. البي بوينت اللي هي في اير زائد في ووتر زائد في سوليد. ده على نطاق الاوزان وده على نطاق الحقول. طيب. يقدر هو يديني حبة علاقات كده ايه نسمي ايه دي الفويد ريشيو. ايه الفويد ريشيو دي؟ بيقول ان هي وزن حجم الفراغات على حجم السوليد. اديني حاجه اسمها ان ايه ان دي بروز المسميه دي بتساوي في فويد على بي توتال نسبة بقى ايه؟ نسبة الفراغات ونسبة الحجم الكلي قد ايه؟ يبقى دي ويل ريشيو ودي بروزل. طيب ايه تاني؟ الفويد ده الفويد ده الفراغات الفراغات الايرو الروس اهو طب ايه تاني؟ في حاجه بتربط الوزن بالحجم؟ ايه بقى؟ الجار يونت ويت او الدنس يعني اليونت ويت بتاعي بيساوي الوزن على الحجم. طيب يعني بيساوي وزن السوليد زائد وزن الووتر على الحجم
الكل اللي هو بتاع ثلاثة مع بعض. طب نخلينا واقفين شوية مع الوزن. الوزن ده السوري بيفضل ثابت ولا بيتغير؟ والحجم كمان بيفضل ثابت ولا بيتغير؟ حجم بس بيتغير. دبليو التوتال دبليو التوتال بالنسبة لنا عندنا ثابت لحد ما تطلع في سنة تالتة وتشوفها بتتغير. بالنسبة لنا سنة تانية هي ثابتة. حتى لو انا حطيت ميه، انت حطيت ميه، الميه هتروح في الفرن جوه، هتيجي على الايه؟ فبدل مربوطه بدل ما تبقى السوليد هو هو وزنا وحجما. طب لما ازود ميه، الميه هتخش في قلب الفراغات اللي فيها هواء، هتسيب الفراغات اللي فيها ميه ومفيش فيها ميه، هتبقى كده. دي ووتر وده ايه؟ طب كده زودنا ميه تاني، السوليد هو هو مالينا الفراغات كلها ميه. ايه الفرق ما بين التلاته سوليد؟ هما نفس السوليد، نفس التركيبه، نفس كل حاجه، بس ايه الفرق؟ مفيش يا ايه الفرق؟ نسبة المية، درجة تشبع السوليد بالمية. هنا في الأول خالص ده الوضع الطبيعي، في ثلاثة فيسس موجودين، زودت المية شوية والمية ملت الفراغات اللي فيها هواء. هنا المية ملت كل الفراغات اللي فيها هواء. طب في فرق على مستوى الضمط؟ ايوه اكيد. جاما هنا ودي جاما واحد، تبقى دي جاما اتنين. ايه الفرق ما بين جاما واحد وجاما اتنين؟ وزن السوليد ثابت والحجم ثابت، بس اللي زاد عليه وزن الميه. كده دبليو توتال ثابت، فكده دبليو توتال ثابت، كده جاما ثابت. انا عندي جاما اتنين وعندي جاما واحد. طب جاما ثلاثة اكبر من جاما اتنين وجاما واحد، دي جاما كبيرة. طيب نروح نجيب جاما صغيرة. فرضا نفس العينة بنفس حجم السوليد، أنا حطيتها في فرن فجففت كل المية اللي فيها، فبقى عندي مفيش مية خالص، فدي برضو ليها جاما. إيه الجامات دي كلها؟ دي جاما دراي، دي جاما ساتوريتد. كأنه هو بيقول لي إن جاما السوليد الواحدة بتتحرك ما بين الدراي، تفضل تزيد 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 لحد ما توصل للساتوريتد. فكل مرة اللي بتغير فيها نسبة المية وبالتالي وزنها. هي دي العلاقة اللي بتربط الوزن بالحجم. العلاقة اللي بتربط الوزن بالحجم. طيب نسبة المية دي بعبر عنها ازاي؟ بعبر عنها حجم الدر، يعني احنا كده خلاص اللي هي الفويد ريشيو، قلنا اللي هي عبارة عن في فويد على في سوليد. الام هي عبارة عن في فويد على في توتال، ودي نسبة من الوزن. عندي حاجة اسمها الاس، الاس دي ديجري اوف ساتوريشن، حجم المية اللي موجود حجم الفراغات، ودي نسبة. لو بصيت هتلاقي ان اس نفس الكونسيبت بتاع ام. انا عندي عينة فيها فراغات، فبحسب حجم نسبة الفراغات او النسبة النوعية للفراغات في العينة كلها. حد من مية هنا الفراغات دي باخدها على لوحدها، الفراغات دي مملوءة مليانه بالميه بنسبه قد ايه؟ كام في الميه من الفراغات دي في ميه؟ طيب على مستوى الاوزان بيطلع لي ترم اسمه دبليو سمول اللي بنسميه الووتر كونتنت، ده الفويد ريشيو الفلوستي ديجري اوف ساتوريشن، وده الووتر كونتنت اللي هو عباره عن ايه؟ وزن الميه على وزن السم. جاما بقى بيساوي ايه؟ جاما وزن على فوليوم
بقول لك جاما بتساوي تقول لي ألف جاما بقى جاما دراي ولا جاما ساتوريتد ولا جاما الحاله بينيه بنسميها جاما بلك. وايه الفرق بينهم بقى عشان استنى معلش ايه الفرق ما بين الثلاثه بس ده لما الايه مش دراي دراي مش ميه هي عباره عن دبليو اس على الفي توتال جاما بلك هي فيها ميه عباره عن دبليو اس زي دبليو ووتر على الفي توتال. الفي توتال بتاعتي هي عباره عن ايه؟ في اير زائد في ووتر زائد في سوليد. جاما ساتوريتد هي فيها ميه بالنسبه للوزن دبليو سوليد زائد دبليو ووتر بالنسبه للحجم في سوليد زائد في ووتر. هنا مفيش هوا دبليو سمول دي حاجه بنسميها الووتر نسبة المية ممكن ودي نسبة الأول دي ديجري هو اللي ثابت. ده
في توتال ده هيفضل معاك ثابت. في توتال ده هو مش فاهم ايه اللي جواه، هو مش فاهم جواه سوليد ولا ليكويد ولا ايه، هو ثابت. ايه اللي بحس بيه لما الناس دي بتتغير الاوزان؟ هو كم مساله في الشيل ده؟ لو كلهم نرجع؟ هم مساله بس عبدين كده حلوين قوي. لا لا مش مساله في الشيل ده. خلينا نبدل احنا. عايزين افكار 11 مساله بس. مساله رقم 2 على دول كده معاك شيت. طيب الجزء بتاعي ايه؟ ايه بقى الجزء؟ فبالتالي حجم السويد بتاعي هيساوي 500
ناقص 423 ده كده ليه بالسنتيمتر كيوب عايزينه في متر كيوب 10 10 10 ده عشان ازاي شيء 77 سنتيمتر كيوب دول ده حجم السويل ده الحجم اللي جواه ميه السويل والترابات بتاعتها مفيش كده مفيش ايه هو اعتبر الباشمهندس ان هو حط السويل في كيس بلاستيك فشغلت حجم من الكونتينر ده اللي هو عايز يوصله ما دخلتش جواه فالميه اللي هو ضافها دي ما دخلتش جوه السويل السويل شغلت السويل بفراغاتها بالاجزاء الصلبه بتاعتها كانت واخده 77 سنتيمتر كيوب في اس في الكاسه اللي كانت فين بالظبط طيب كده احنا جبنا الجواب بتاعته اللي هو عايز الكيلو نيوتن على الميتر كيوب صعبه الواحد تعلينا مش مهم في واحد بس واحد دي سويل بريسبيشن ابو جعفر وثلاثة على سويل ايه؟ سويل بريسبيشن اللي هو ده؟ وده الكويس بتاعك هو حضرتك بقى كمان اجيب لازم بس لا عليا انا بس مواصفات معينه ايه الكونديشن بتاعتك انا عايز السويل البويد ريشيو بتاعتها اقل من او تساوي 0.8 فلو اقل من او تساوي 0.8 فخلاص دي انا هاخد السويل من السبلاير ده لو مش الشرط ده مش محقق يبقى ايه هكنسل دي السويل طيب ايه المطلوب الجيفن الووتر كونتنت جي اس الجاما بتاعت البلد طب نحل ازاي؟ ما انت تقيم كده خلاص يبقى انا هحل من دي واحدد منها الفويد ريشيو واشوفها لو اتحقق لي الشرط ده خلاص يبقى اوكي لو مش متحقق يبقى خلاص طب ازاي بقى اجيب من هنا الفويد ريشيو؟ اقسم ال ما تقسمش جاما لو ما قالكش جاما دراي او جاما ساتوريتد هي جاما للحاله البينيه اللي هي جاما غلط طب ما نجيب الجاما اس جاما السوليد على جاما ايوه نجيب الجاما اس ما تمشي معايا خطوه خطوه عشان انا بقول لك على طريقه يمكن توفر عليك كتير مهندس دي جاما ايه؟ جاما دي جاما بلط طالما هو ما قاليش دراي او ساتوريتد يبقى جاما بلط طيب المسائل اللي من النوع ده فيها الفيزيكال علشان ما تتلخبطش بتمشي مع جيفن جيفن تبدا هو مديني الووتر كونتنت الووتر كونتنت ده بيساوي دبليو سو دبليو ووتر على دبليو سوليد بيساوي كام؟ 0.146 صح؟ 14.6% اللي هي 0.146 طيب مديني ده او ده يبقى انا كده ده اخر ده اللي هيطلع من الدبليو يعني باختصار هو عايز يقول لي ان وزن الميه في الحاله اللي فيها سوليد وزن الميه اللي فيها بيساوي 0.146 دبليو اس بمعنى تاني يعني عايز يقول لي ان الدبليو توتال بتاعتك بتساوي 1.146 دبليو اس حد عنده مشكله؟
ازاي تحول من دبليو يعني دي دبليو دبليو ووتر هي دبليو تيكس لا ولا لا دبليو تيكس خلاص وصلت ايه دبليو هو بيقول لي الووتر كونتنت لما تشوف اي ووتر كونتنت في المساله هي دبليو ووتر على دبليو اس يعني النسبه ما بين وزن الميه لوزن السوليد ضرب طرفين في وسطين فقال لي ان دبليو ووتر بيساوي 0.146 دبليو اس طب دبليو توتال دبليو توتال بتاعتي بتساوي دبليو ووتر زائد دبليو اس عوض بقى في دبليو اس واحد تساوي ايه؟ شيل دبليو ووتر خالص وحط القيمة دي تساوي واحد بوينت واحد أربعة ستة دبليو اس كل ما تشوف الووتر كونتنت تعمل الحركة دي طيب بعد كده نمشي مع الجي اس اي جي اس انا بديها لك في اي مسألة في الفيزيكال بديها لك علشان تحدد منها جاما اس بديها لك علشان تحدد منها جاما اس ازاي؟ انت اوريدي عارف جاما ووتر ما عليك انك تعرف المبدأ اللي بتشتغل بيها في المسألة وهتعرف رقمها كام فنحدد الجاما اس فسريعا كده جاما اس بتساوي جاما ووتر في الجي اس اللي هي 9.81 2.81 دي 9.81 انا جبت جاما اس جاما سوليد جاما السوليد بارتكلز اللي جوه السوليد طيب بعد ما جبت جاما اس اعمل ايه؟ في حاجه ثانيه تطلع من هنا؟ روح للجيفن التالي اوكي جيب الفي اس دبليو توتال على دي توتال اللي هو عباره عن ايه دبليو توتال؟ دبليو وزن ميه سوليد اللي هو ده؟ هو ده قول بقى هو ميه ولا على دي توتال كام دي توتال؟ مش متضايق الترمينال كله بيساوي كام؟ 18.2 كيلو نيوتن على متر عشان المسألة دي تتحل هنعمل ابروكسيميشن الابروكسيميشن ده صح ايه الابروكسيميشن اللي احنا هنعمله؟ هو بيقول لي جاما 18.2 كيلو نيوتن ده وزن لكل متر كيو طب خلاص خلي الفي توتال بتاعتي 1 متر كيو هشتغل لكل متر كيو يبقى إيه؟ ايه؟ بس انا بس قلت لك تاني المطلوب يا باشمهندس ريكواير شوف دي لو اصغر من او تساوي بوينت ايه فده اوكي انت عندك سبلاير بتجيب منه سوي فانت عايز المشروع بتاعك عايز البوينت ريشيو بتاعك يكون بوينت ايه او اصغر فهو راح يديك المواصفات السوي اللي عنده فانت هتحسب منها ايه؟ وتشوفها طيب في اي مساله فيزيكال تيجي هتقف عند الجزء ده مديك جاما جاما بلك مديك جاما بلك علشان تعمل الحركه دي هتخلي الفوليوم بتاعك في يونت لو هو بيشتغل بالمتر كيوب يبقى الفوليوم 1 متر كيوب لو هو بيشتغل بالفي كيوب يبقى الفوليوم 1 في كيوب المهم ان انت لما تعمل الحركه دي تقول لت في توتال ايكوال هنا هيبقى 1 متر كيوب اتحولت جاما على طول من يونت ويت لوزن صح كده؟ انا ليه حاسس ان الناس مش مستوعبه؟ فجاما لما انا احط في دي بواحد يبقى جاما اصبحت بتساوي مين بيقول لي بواحد؟ ما احنا لسه قايلين هو لما بيديني جاما انا مش هقدر احل المساله دي اديني جاما علشان ايه؟ جاما دي من تعريفها اساسا هي يونت ويت وزن لوحده الكون فلو انا بشتغل على وحده الكون يبقى جاما هي الوزن طيب انا عندي دبليو توتال بتاعي هيساوي 18.2 كيلو نيوتن حد عنده مشكله؟ طيب بما ان دبليو توتال هيساوي 18.2 كيلو نيوتن يبقى اقدر اجيب دبليو اس اللي هو بيساوي كام؟
18 و2 من 10 على 1.146. جبت ال دبليو اس اه هجيب دبليو ووتر. عشان شو عملت هنا عشان تقول الدبليو توتر بتساوي ايه؟ مش حاطينها ال في بواحد؟ جاما دبليو تي على في تي. اه. هنخلي الحجم، محدش يقول لي خلي حجم السوليد واحد او حجم الفويد واحد، انت لما تشتغل وحده الكوبون كلها ولازم جاما دي تبقى جاما بايت. تمام؟ هو مديني جاما. فانا بقول لك لما تشوف جاما في المساله جاما دي وزن كلي على حجم كلي. ده معناها يونت ويت، يعني ايه يونت ويت؟ يعني وزن كل وحده حجم. خلاص انا هشتغل لك على وحده الحجم. هشتغل على 1 متر كيوب. هنخلي الفي توتال 1 متر كيوب. فالفي توتال 1 متر كيوب. يبقى الجاما بتساوي ده في كيوب بتساوي 18.2 كيلو نيوتن بس. تمام؟ طيب. دبليو توتال بيساوي 1.146 دبليو اس اللي هي بقت كام؟ 18.2 بتساوي 1.146 دبليو اس. وبالتالي قدرت تجيب دبليو سوليد ودبليو ووتر. طيب ستيل انا ما قلتش حاجه، انا عندي عايز اجيب الاي والاي انا عيني عليها من الاول اللي هي دي فويد على دي سوليد. دي فويد على دي سوليد. طيب اعمل ايه بعد كده الخطوه؟ هو الفي فويل ده اللي هو الفي ووتر صح؟ انا كده ما انا معايا كل الحاجات اللي تطلع من الجامعة. ارجع خطوه الاقي ان هو مديني او انا جبت جامعة سوليد. ما انا معايا الوزن السوليد. طيب جامعة سوليد بتساوي دبليو سوليد على في سوليد. هي حاجة واحدة اللي بتربط الوزن والحجم وهي الجامعة. منها بشتغل بجيب وزن وارجع تاني احط وزن عشان اجيب حجم. بس المرة دي انا هعوض بجاما سوليد. جاما سوليد اللي هي بتساوي 2.81 في دي اللي انا جبتها من الجي اس بتساوي دبليو سوليد اللي انا جبتها من فوق هنا اللي هي 18.2 على 1.146 على في اس. جبت الفي اس قدرت اجيب حجم السوليد. صح كده؟ بعد كده انا عايز حجم الفراغات بقى. تروح من ايه؟ في توتال. في توتال اللي هي عندي واحد جدا. في توتال ناقص في سوليد. في هو فقدرت اجيب السوليد والفويد. اقدر بعد كده اجيب دي يساوي في فويد على في سوليد واحدد لو اصغر منها بتساوي 0.8 يبقى اوكي، لو اكبر تبقى تاني. ايه؟ انا الحجم الكلي عندي 1 متر مكعب. تاني هو بيديني في المساله 3 جنيه دبليو جي اس وجاما. الدبليو دي هي علاقه ما بين وزن الميه ووزن السوليد. يعني بمعنى اصح عايزني اجيب بدل ما يبقى عندي منتولين، لا هو خليها لي منتول واحد. ازاي؟ دبليو توتال بتساوي رقم دبليو اس. يعني لو قدرت اجيب دبليو اس او قدرت اجيب دبليو توتال اقدر اجيب الترم الثاني. بعد كده مديني الجي اس، قلنا الجي اس فايدتها في المساله كلها ان انا اجيب منها جاما سوليد. جبت جاما سوليد تمام. جاما اللي هو مديها لي وزن كلي على حجم كلي. خلي دايما الحجم الكلي بواحد يونت. اول ما تخلي الحجم الكلي بواحد يونت هويت لي الجامع الرقم اللي هو بيقولي ده للوزن التوتال. طب وزن التوتال رجعني تاني للخطوه دي قدرت اجيب دبليو اس. دبليو اس رجعت هنا قدرت اجيب في اس. قدرت اجيب في بوينت وبالتالي اجيب في واضحه؟ طب انت زي الزمالك خالص. امسح؟ اه بسرعه. انا رقم 6 عشان بس تقريبا فيها حاجه. انا رقم 7 عرفت ازاي؟ ما
6 بيقول لي ايه؟ اديني جرام واحد يساوي 105 7 من 10 بي سي اف. اديني جرام 2 يساوي 112 7 من 10 بي سي اف. لو انا دلوقتي سالتك سؤال وقلت لك ايه الفرق بين جرام واحد وجرام 2؟ دي بلك الاثنين بلك. انا ما جبتش سيلد دراي على سيتريتد الاثنين بلك، بس ايه الفرق ما بينهم؟ جاما 2 كانت الميه جاما 2 كانت الميه وبالتالي هو جاي قايل لك ان نسبه الميه عند جاما 2 75% وعند جاما 1 كانت 50%. ده كده من المساله. طب ايه المطلوب؟ ولا 50% ساتوريشن مطلوب ايه؟ هو بيقول لي ان عند جاما واحد كان الفريق سيبريشن 30%، يعني نص الكهربات فيها ميه ونص الكهربات فيها هواء. عند جاما 2 75%، يعني ثلاث ارباع الكهربات فيها ميه وربع الكهربات فيها هواء. مديني الجاما وعايز الاي والجي اس. اشتغل ازاي؟ فكر بالقانون. هو الوزن ثابت، فيبقى جمع بتساوي ده بيساوي الوزن ثابت. وزن مش ثابت. لا الفاليو مش ثابت. مش ثابت. طيب انا سالت ايه الفرق ما بين الاثنين في بدايه المساله؟ قلت لي نسبه الميه. نسبه الميه اللي هي كام؟ اللي هي 25%. يعني لو انا فكرت في المساله كده كتوتال، يعني هو بيقول لي ان هو زود 25% عشان يتحرك من جامعه 1 لجامعه 2، 25% ووتر. طب ال 25% ووتر هذا زياده في الوزن قد ايه؟ اللي هو فرق الاثنين 112 و7 ناقص 105 و7 اللي هو كام؟ تقريبا 7. مين قال 9؟ عليك. 25% ميه زودها سحبتها 7 بي سي ال. يبقى انا السوليد، لو انت عارف ان الوزن السوليد ثابت، يبقى انا لما ازود ميه وزادت لي في الجامد، يبقى الوزن اللي زايد ده جاي من ايه؟ الميه. من وزن الميه او من نسبه الميه اللي انا حطيتها. يعني عايز يقول لي ان وزن 25% كانوا للفيت كيوب الواحدة كانت 7 7 باوند 7 باوند. طيب على كيس بتاع الجامعة 2 هي فيها كام مية؟ فيها 2000 نسبتها مية 75%. يبقى وزن المية اللي فيها كام؟ مش محتاجة. هي 25% فيها 7، يعني 75 فيها 100 فيها 21. يعني عايز يقول لي جامعة 2 الوزن بتاع المية كان 21 باوند. افرضنا ال V بواحد؟ فين ال V توتال؟ ال V توتال 25% 7 ال باوند. هي للفيت كيوب للفيت كيوب الفيت كيوب واحد بقى الحجم ثابت. هنا اللي زاد الميه زاد 25% ميه زودوا لي في الوزن 7 الفيت كيوب الواحد. كيوب واحد الاس دي اللي هي الدي اف ساتوريشن اللي هي في ووتر على في بوي اثنين تمام. فبالتالي انا 75% 75% ديجري سيتويشن كان سحبها 21 باوند. يبقى السوليد اللي عندها ديجري سيتويشن 75 انا عارف ان في الوزن ده اللي هو 112 و7 من 10 فيه 21 باوند منهم ووتر. هو حجم الوتر وحجم الفراغات. طيب اقدر اجيب حجم الميه؟ ووتر الفراغات.
اقدر اجيب حجم الميه؟ ايوه. في ووتر هيساوي ايه؟ محمد المتر لما يزيد بالنسبه للفراغات تبقى ايه؟ لا في ووتر على الفراغات اللي هي بتساوي كام بقى؟ 62 و4 10 هجيب الفي ووتر. انا جبت ترمينال اقدر اجيب فيه فويد؟ عندي 75% كانت بتساوي الفي ووتر على في فويد. انا الفي ووتر جبتها من الخطوه دي يبقى اقدر اجيب الفي فويد. جبت الفي فويد؟ اه يبقى في سوليد بيساوي 1 ناقص في فويد. في كيوب واحده ناقص في فويد. جبت الفي فويد؟ جبت الاي؟ واضحه؟ طب الجي اس ده بيساوي بقى انا هنا جبت وزن الميه بالتالي انا عندي 112.7 ناقص 21 هيساوي 91.7 باوند اللي هو ايه؟ اللي هو الدبليو اس صح؟ عندي جاما اس هتساوي دبليو اس على دي اس والاثنين هنجيبهم صح؟ جي اس هتساوي جاما اس على جاما واضحه؟ ادي شويه بالك الحته بتاعت الناس تاني بالظبط اتفرج تاني بالظبط هو بيديني جاما واحد 105.7 بي سي اف لما كانت الجي بي اف سيتويشن 50% مين جاما 2 112.7 بي سي اف لما كانت الجي بي اف سيتويشن 75% اشتغل فيه كيوب واحد فيه كيوب واحد يبقى معناها ان وزن السويد عن الكيس الاولاني كان 105.7 في الكيس الثاني كان 112.7 جرام زاد هو زاد ليه؟ عشان زودت 25% ميه يعني انا لما ازود 25% ميه الوزن زاد لي 7 باوند تمام؟ هي فيها 75% ميه يبقى فيها كام باوند ميه؟ لما هم 25 7 باوند يبقى 75 فيهم كام؟ نسبة 25 باوند يبقى هي من الوزن ده في 21 باوند ميه وانا عندي الدوامه بتاعت الميه فقدرت احسب حجم الميه طب هو حجم الميه اللي انا بدور عليه؟ لا مش حجم الميه اللي بدور عليه، حجم الفراغات اللي انا بدور عليه. طب حجم الفراغات بيساوي ايه؟ بقرات هو مديني الديجري اوف ساتوريشن اللي هي دي بيساوي حجم الميه اللي انا جبته على حجم الفراغات. يبقى 75% بيساوي حجم الميه على اكس اللي انا عايزه اللي هي الفي فوي وبالتالي ده تكييف الفي فوي. جبت الفي فوي انا ما عنديش فيه سوليد بس انا فارض ان الفي توتال 1 في كيوب. يبقى 1 في كيوب ناقص 1 بالتالي جبت الفي فويد. بعد ما جبت الفي فويد اقدر اجيب الاي اللي هي بتساوي في فويد على في سوليد. جبت الاي بقى عايز اجيب الجي اس. الجي اس هي عباره عن جاما سوليد على جاما موتور. في خلاص جاما موتور انا عارفها. طب الجي اس اللي هي عباره عن دبليو اس على بي اس. انا جبت الاثنين. جبت دبليو اس ازاي؟ خلاص بقى انا عارف ان دي لما فرضت ان الحجم 1 في كيوب دي الويت التوتال كان ب 112.7 باوند فيهم 21% 21 باوند ووتر يبقى السوليد قد ايه؟ اكيد الجزء ده فيها ولا هنا مفرد الفي توتال بواحد فالفي اس بتساوي واحد ناقص الفي بوينت انا لما باخد الفي توتال بواحد ما بدخلش الكمبيوتر معايا يعني ما بطرحش الكمبيوتر من الواحد يعني الواحد ده بتاع الفويد هو انا هنا مشترك الفي ووتر؟ انا جبت الفي فويد من الفي ووتر بس ما طرحتش الفي ووتر الفي فويد دي عباره عن الفي فويد دي عباره عن في ووتر زي في ايه؟ شو اللي كده في الاول؟ انا جبت الفي ووتر
بس انا ما بدورش على الفي ووتر، انا بدور على الفي فوي. لو ووتر زي لا هي ميه وهواء، طالما العينه مش ستريت، طالما مش مشبعه بالميه، يبقى انا لسه عندي في فرق ما بين الفي ووتر والفي فوي. طب اجيب الفي فوي ازاي؟ من العلاقه دي اجيب الفي فوي. خلاص الفي فوي دي هي عباره عن في الووتر زائد في الهواء، تمام؟ واضحه؟ مسألة 9. خمسة واللي في النص ده مش علينا مش فاهم ولا ايه؟ في النص ده حضرتك بتتكلم، انا بحل معاك معظم الأفكار يعني الموجودين بيقول ده بقى فيه بالظبط مثلا. معاك حاجة غزية اختار أي مسألة بقى. اللي موجودين الباقيين يا شباب اللي انا بحلهم يا اما اسف. تسعة. ايه كده التسعة؟ بص يا جماعة بيقول لك لوكر ستاند ستون كاس الناس وانزا لوكس كراش دي جاست سفشنتلي تو كلوز اول ذا بولز. بس انا تمام عشان تسعة بقى يا شباب. والله العظيم تسعة صعبة بس يقول لك جاست سفشنت تو كلوز اول ذا بولز ولوكس كراش اللي انا هضيفه على السويد ده علشان ايه يا
يعني اقصى العدد اللي بيجي سيميوليشن 95 كيلو بيجي له سيميوليشن ده بعدين نطرح الفي ووتر من الفي القديم عشان نجيب الزيادة في الميه صح؟ بتتكلم عالي بقى ان شاء الله. يبقى ده اللي في الوضع الجديد. طيب بالظبط كده اللي قديم كان كام الفي ووتر بتاعتي؟ انا ما جبتش الفي ووتر ده ليه؟ انا عمال اقول فيها خلاص خلينا مش مهم نجيب الفي ووتر القديم. خلينا ماشيين الفي ووتر بيساوي 0.31 متر كيلو. يبقى وزن الميه كام؟ 1.9 نطرحهم نجيب وزن المايه اللي انا ضفته عشان نوصل واضحه وزن المايه على اطرح الوزن ده نفس الوزن اه تطرح ده ان شاء الله عشان نوصل ده ناقص وزن عشان توصل لوزن المايه اللي انت هتحطه عشان تخلي الفيروس فيه شكل خاص كده طب ليه الوزن ده مش هو اللي طلع لا الوزن مساله واحده ليه ما يكونش الوزن ده هو اللي اوصل بيه 25% ايوه وزن انا جبته من 25% عند سؤال كويس جدا ليه الوزن ده مش هو الوزن اللي انا هضيفه خلاص على السؤال اللي عندي
عشان اوصل ل 95% الاجابه بسيطه جدا. السؤال اللي عندك كان اوريدي فيها 7 كيلو نوتن ميه، هو عايز الوزن اللي انت حطيته، فانت ما ضفتش السبعه اللي هي لقيت فيها 7 كيلو نوتن 0.7 كيلو نوتن ميه. حلو دلوقتي بقت 3.036 فالفرق كام؟ لما تكسرت ولا كام؟ مهندس هو الخلاصه رقم 5 في قانون كاتبه غريب كده. لا لا القانون تبني تحت سن ايه؟ تبني سن وهنا اثنين طبعا في ارقام ونسب كل واحد مديني فوق جدول، الجدول ده في سويل ايه وفي يو سي، فمديني على اللي هي المنخل 4.75 مديني البيرسون باسنج 94%. فين يا خمسه؟ اسالك في الجدول ده اهي فين فوق الجدول؟ اه في الجدول اه. طيب وعلى المديني سم دي 94 كانت 3% اللي عدى من 2 3% واللي عدى من 4.75 3% 4.5% يبقى السن كان كام؟ السن 91 باشمهندس اللي عدى من مخرج 200 مش مكتوب اصلا فين؟ ايه؟ يا عم عادي يا عم عايز الظل اظن ايه بيظل يا عم بتكلم على السم بايه؟ اه اللي عدى من 4.75 94% بقول لنا نسبه الجريفيت 6%. طب نسبه السند قد ايه؟ الفرق اللي عدى من 4 من المدخل اللي هو 4.75 ناقص اللي عدى من المدخل رقم 200 عدى من المدخل رقم 200 3 يبقى ناقص 94 يبقى كام؟ 91%. يبقى انا عندي نسبه السند 91%. هذا رقم مشريك؟ ايه نسبة السلت كام؟ الباقي بقى هو 3% كده؟ ليه؟ زيرو. ليه تلاقي زيرو؟ لان مفيش السايز بتاع الكليك هنا عندي، السايز بتاع الكليك كان كام؟ لا في سايز عندي بتاع الكليك بس هو زيرو. طيب سند وكليك وسيرو هو عايز يعرف نوع السويد ايه؟ بس مديني مثلث في تصميم جديد انت هتمشي على تدريج السند سند سيبر عايز 91% يبقى انت هنا عندك 10 20 30 40 50 لحد ما توصل ل 90 91% هنا يبقى 91% سنة. ده لوج سكيل برضه يا فندم ولا لا؟ يا عم لا لا ده هو المثلث نفسه في خطوط كده. بص تبني هنا سن وتبني هنا 10 20 30 40 50 لحد ما نوصل ل 90. انا عارف ان نسبه السن 91% وقفت هنا. طيب نسبه السن كام؟ 3%. طب تدريج السن فين؟ اللي هي على الجنب بتاع السن اللي هو هنا. هتلاقي هنا 10 20 30 40 لحد ما يوصل ل 100% دي 10%. يا عم استنى الجزء ده هنا دي 3% بتاعت السن. اكتب النسبة فكر فيها في التاني. السن تدريج هيبقى مقاسة مقاسة بقى Thank you.
ده السر. طيب هنعرف منين في الحل مش ممكن سنه وادي سنه هتلاقي الارقام اللي هو بيديها لك اللي هي النسب نفس ميل الخط فانت هتلاقي السر ال 10 20 طب والسنه وتلاقي العكس بقى هو كده نفس ميل الخط كتابه هنا 10 وهنا 10 انا هوصل مثال 90% الخط ده 90 80 90 ده 91 مع 3% 0 3% 0 فين؟ هنا يبقى 3% سل مع 91% سل الخط بقى البيس بتاع المثلث ده هو 0 كلي كلي هنا 0 هنا 10 20 30 40 وهكذا حدد مكان السويل هنا واشوف الاسم بتاع السيكتور اللي انا فيه الاقيها سل سويل ايه السيكتور؟ السيكتور اللي هو الجزء اللي انا فيه هو كل جزء في المثلث مسميه يعني عندك الجزء ده سيل الجزء ده سيل لون الجزء ده لون لوحده واي لون ايه لون ليه فوق سنتي تيل ايه؟ انا مش ثاني دلوقتي صح؟ اه النقطة اللي الثلاثة بيتقابلوا فيها كده المسافة ست؟ ايه المسافة ست؟